صراع على أرض الرافدين بين الدولتين الحليفتين للعراق، أمريكا وإيران، لا ناقة ولا جمل للعراقيين فيه، سوى أنهم طالبوا بوطن يأويهم دون التدخل بشؤونه الداخلية. هنا في كربلاء المواطنون يرفضون هذا الصراع على أرض العراق جملة وتفصيلا، ويدعون الأطراف المتصارعة إلى تصفية حساباتهم بعيدا عن العراق والعراقيين. بالنسبة للصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فنحن نرفض رفضا قاطعا وباتا أي صراع على الساحة العراقية، لأن تعبنا من الحروب ومن الأزمات ومن إحنا ناس أحرار نريد نعيش، نريد وطننا بخير، وبنفس الوقت ندعو إلى إقامة علاقات متوازنة بين كل الدول على أساس احترام السيادة العراقية بدون أي تدخل من أي دولة كانت، سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا اليوم رسالة من ساحة اعتصام كربلاء المقدسة إلى كل العالم، وبالأخص الطبقة السياسية الغير محترمة، عليهم اليوم إبعاد الشر عن العراق ورجع العراق إلى هيبته كما كان. وأما الصراع الأمريكي الإيراني فمرفوض رفضا باتا على الأراضي العراقية، والعراق ليس ساحة للصراعات أو ساحة لتصفية الحساب. آخرون طالبوا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إلى الإسراع بتسمية شخصية رئيس الحكومة المؤقتة، شريطة أن تلبي هذه الشخصية طموحات العراقيين بكل أطيافهم وتوجهاتهم وفقا للمواصفات التي حددها المتظاهرون في عموم العراق. بعيد عن الانزلاقات او بعيد عن الهاويه، اليوم العراق بحاجه الى رجال حكماء يخرجونه من هذا المازق الذي هو به. اليوم الامر في عاتق رئيس الجمهوريه الاستاذ برهم صالح، عليه النظر الى ساحات الاعتصام وتنفيذ المطالب، لان اليوم الكره في ملعبه، وعليه النظر جيدا لاختيار رئيس وزراء بتشكيل عفوا بتسمية رئيسا للوزراء كي يأخذ العراق حقه أو العراقيين حقهم الدستوري أيضا، وبنفس الوقت كي يستطيع الموازنة، خصوصا نحن الآن نمر بمرحلة في الشؤون الخارجية ما بينها الصراع الإيراني والصراع الأمريكي. لابد للعراق أن يقول كلمته. الأزمة الحالية التي تعصف بالعراق اليوم تحتاج إلى حكمة وموعظة يتحلى بها الجميع من أجل إخراج العراق من بين الخيوط التي تشابكت حوله. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.